اهلا وسهلا بيكم في حلقه خاصه واستثنائيه جدا بسبب ردود الافعال القويه اللي حصلت بعد تسريب صور. هو تسريب ولا مش تسريب؟ رد الفعل القوي اللي تم على محمد رمضان كان يستاهل ولا اقل ولا اكتر؟ هنعرف ده بقى ايه في ريفيو شامل كده. ايه اللي حصل ما بين ليله والتانيه؟ اللي حصل البداية كانت عند حمد المرزوعي. حمد المرزوعي ده ناشط إماراتي كان ليه تصريحات قوية وداعمة جدا لإسرائيل، منها مثلا في جريدة شهيرة إسرائيلية يعني قال لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بشكل غير لائق وطالب الملك سلمان بتعويض اليهود. ده حمد المرزوقي، فخلاص معروف مواقفه ايه هي. نشر صورة عملت ضجة كده، يعني صورة تجمع محمد رمضان مع مطرب اسرائيلي اسمه عمير ادم. عمير ده المفروض ان هو مطرب اسرائيلي شهير جدا هناك من 2009 يعني بيغني، والحقيقة ان والده كان عقيد او عميد في الجيش الاسرائيلي، وعمير نفسه كان مجند في فرقة العتاد الإسرائيلية. فقلنا يمكن محمد رمضان ما كانش يعرف ان العامير دوت مطرب إسرائيلي، يعني وارد ليه لأ، بس الحقيقة ان هو اتحذفت الصورة وبعد كده نزلت على إسرائيل بالعربية، وأفخاي أدراعي نزلها برضه، هو كمان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، وحط كابشن لطيف قوي على العلاقات المصرية الإسرائيلية. والحقيقة برضه ما احنا ممكن نقول محمد رمضان ما يعرفش، يعني خلينا نكمل المشوار. تاني حاجة نزلت صورة تانية مع مطرب مع ممثل إسرائيلي شهير برضو، فالحقيقة الناس بدأت تتشكك، طب هو مش عارف إن ده مطرب، طب إيه الأخبار بالنسبة للممثل؟ لا هو الحقيقة يمكن ما يعرفش، يعني يا جماعة يعني مش متابع هو السينما الإسرائيلية ولا الفن الإسرائيلي، إيه الأخبار؟ والحقيقة كمان إن هو اتصور مع لاعب إسرائيلي هو كمان، فيمكن برضو مش عارف، ولو إن ضياء سبع اللي هو الممثل الإسرائيلي دوت هو كان لفحه على قلبه، بس يمكن ما يعرفش. طيب ايه الحفله دي؟ الحفله دي اتعملت في الامارات بمناسبه افتتاح رشيد الحبتور، يعني رشيد الحبتور باع طياره خاصه جاب محمد رمضان في الحفله دي بمناسبه افتتاحه فرع جديد لشركه انتاج هيعملها في تل ابيب. يعني الحفله ايه؟ ده العنوان بتاع الحفله، بس يمكن ما يعرفش وما يعرفش مين رشيد الحبتور، وراح ركب الطياره وراح لهناك وخد عربيه رولز رايز وخد كمان مبلغ مالي ضخم يعني، وخد إقامة ذهبية في الإمارات، جايز ما كانش يعرف. طب الأغنية اللي هو غنى عليها ورقص لما الفيديوهات بدأت تطلع، ودي أغنية إسرائيلية شهيرة كلنا عارفينها، يعني هافا ناجيلا دي المفروض الأغنية دي اتذاعت في مهمة في تل أبيب وفي كل أعمال النجمة الكبيرة نادية الجندي، واتذاعت كمان في رأفت الهجان. يمكن صدفة، يمكن ما يعرفش، يمكن كل الحاجات دي مكيدة زي ما هو رد. احنا هنشوف بقى رد الفعل. الحقيقة ان الناس كلها عملت هاشتاجات، حكموا محمد رمضان، قطعوا محمد رمضان، ومحمد رمضان ساكت. نزل بوست وقال لك انا يهمني الانسان ولو مالوش عنوان، وبعدين نزل تاني وراح قال لك لا والله ده احنا يعني في عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، واصل هم بيهاجموني، واصل هم يعني الحقيقة بيضايقوني. في شوية حاجات كده هو قالها، كل شوية يحط بوست ويحذفه، يحط بوست ويحذفه. حقيقة أنا استنيت موقف النقيب أشرف زكي. النقيب أشرف زكي الحقيقة إن هو متعود يلم ورا محمد رمضان، يعني هو متخصص، إن هو مش عارفة هل بسبب إن روجينا بتشتغل في كل أعمال محمد رمضان، يعني شفنا مسلسل البرنس، شفنا الفيلم، شفنا المسرحية الشهيرة بتاعتهم، مش عارفة هل ولا لأ. لان مثلا شفنا اشرف زكي خده من ايده وصالحه على هاني شاكر ايام ما كان مش عايز يديله تصريح بالغناء، وشفناه تاني بعد كده بياخده من ايده برضه عشان يخلص موضوع الطيار اشرف ابو اليسر، او لو انتوا فاكرين. وشفناه دلوقتي طلع قال ثلاث تصريحات يعني متناقضه شويه. اول حاجه قال لك الصور متفبركه، اشرف زكي اول رد قاله قال الصور متفبركه، وبعدين رجع قال لك ايه، لا ما هي الصور اصل هو ما كانش يعرف، زي ما احنا قلنا في الاول ان هو ما كانش يعرف ان ده ممثل اسرائيلي ولا ان دي حفله اسرائيليه ولا ان الايفنت اصلا معمول ليه، ما كانش يعرف. بس الحقيقه اللي قاله اشرف زكي اخر تصريح قاله، قال احنا في انتظار، احنا طالبنا محمد رمضان، طالبنا محمد رمضان عشان يصدر بيان. طب ما نتحايل عليه احسن، يعني احنا ممكن يعني حضرتك تحايل عليه شويه وقول له بعد اذنك اصدر بيان، مع ان ده موقف غريب شويه لان احنا حصل قبل كده وقع مشابهه مع الكاتب علي سالم لما تم حذفه من نقابه الممثلين بسبب دعواته للتطبيع، ما تصور يعني. وبعدين شفنا كمان مع توفيق عكاشه، شفته من 4 سنين تم حذفه بالاحذيه يعني، والحقيقه كمان ان هو اتحذف من البرلمان خالص برغم مواقف توفيق عكاشه
داعمه جدا للدوله المصريه. لكن الحقيقه هو الشيء الملفت بقى، هل دي كانت اول يعني فنانين مصريين يعملوا كده؟ الحقيقه تقريبا هي واقعه من الفريده من نوعها، لان حتى ما شفنا بسمة احمد ولا شفنا عمرو واكد في هاوس اوف صدام لما تعاملوا مع ممثلين اسرائيليين قالوا لك ما كناش نعرف لان الفيلم بيبقى انتاج امريكي، فده وارد يتصدق. لكن محمد رمضان هل ده وارد يتصدق؟ انتم مصدقين ده ولا ايه الاخبار؟ طيب نشوف بقى المواقف او الردود الافعال اللي توالت بعد كده. والحقيقة أنا مش فاهمة هو ليه مصر محمد رمضان أن هو بيتعرض لمؤامرة، يعني طلع قالك دي المحاولة الألف للهجوم عليا. هو محمد رمضان كان دايما مواقفه كده سالكة يعني، ولا احنا بنتصيد له؟ مش هو نمبر وان ولا ايه؟ هو نمبر وان طبعا الحاجة اللي معترف بيها الترندات، ده حقيقي ومحدش يقدر يجدد فيه. لكن هل هو كان نمبر وان في الإيرادات؟ الحقيقة لا، هو فيلم الديزل كان رقم 3 اللي هو آخر فيلم سينما عمله. المسلسلات مش هنقدر ناخد وحدة قياس نقيس بيها. الحاجة التانية كمان هو كان نمبر وان على اليوتيوب، بس احنا عارفين اليوتيوب وعلى عيبه، يعني اليوتيوب ما يعترفش بيه لانه بيحصل له سبونسر وشراء صفحات وحاجات لطيفة قوي. لكن الترندنج الحقيقة محمد رمضان فعلا نمبر وان في الترندنج نتيجة مشاكله وأزماته المتتالية، يعني شفناه مع الطيار أشرف أبو اليسر، شفناه مع حسام المناديلي الشاب المصور اللي هو خد صورته وسطى عليها وقال هي دي أفيش البرنس، شفناه مع البرنس اللي هو خد اسمه من غير طبعا أي يعني أي حاجة وراح صور في المطعم بتاعه من غير أي استئذان يعني، والراجل تظلم واشتكى من الموضوع ده. وشفنا مشاكله مع باسم سمرة لما طلع مع وائل إبراشي قال أصله كان متقل في الشرب، وشفنا مشاكله مع الفنان الكبير عزة العليلي لما نزل له ستوري وقال له يعني أغنية السلطان ردا على تصريحات عزة العليلي إنه ما ينفعش يقول على نفسه نمبر وان، فحتى الفنان القدير عزة العليلي ما سلمش منه. شفناه كمان في خناقته مع أحمد الفيشاوي أما قال له أنت كبيرك معايا صورة يا فيشاوي. يعني الحقيقة إن مشاكله شفناه في مشاكله مع نجيب ساويرس مع بشرة، مشاكله لا تنتهي، بس واضح ان هو بيحب يصنعها عشان يبقى ترند ونتكلم فيه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. بس احنا اتكلمنا دلوقتي هل التطبيع يمثل تهمة ولا لا؟ وده بقى اللي يهمنا، لان هو هيقول لك ايه ده في دول مطبعة، الامارات، البحرين، السعودية. الحقيقة ان هو حتى تطبيعهم دوت ده تطبيع ناتج عن موقف الدولة الرسمي وموقف الدولة اللي بتتخذ اجراءات على الارض، يعني في تطبيع شعبي. لكن هل ده ينطبق علينا في حالتنا دي؟ الحقيقه لا، لان التطبيع اللي من النوع ده الحقيقه احنا ما شفناش فنان اماراتي ولا سعودي ولا بحريني عمل كده قبل ما بلده تاخد الخطوه دي. ليه؟ لان هم بيحترموا بلادهم وبيحترموا سياده بلدهم وبيحترموا قوانين بلدهم، فبالتالي هم استنوا لما يحصل ده، فبالتالي هم عملوا تطبيع شعبي. لكن في حالتنا احنا بقى احنا في دم بيننا وبينهم، ما احناش عداوه يعني بسبب القضيه الفلسطينيه زي في حال الدول الخليج زي ما قلنا، لكن لا احنا في موقف شعبي رسمي، في شهداء، في دم، في عندنا قصف طيران على مدرسه بحر البقر، كان في عندنا سنه 67، كان في عندنا 73، كان في عندنا طول الوقت في حاله ها ولا ايه؟ يمكن هو ما يوعاش عشان هو مواليد 88، فبالتالي ما شافش مهمه في تل ابيب وما شافش رأفت الهجان وما سمعش الاغنيه وما يعرفش ان دول مطربين اسرائيليين وما يعرفش ان ده لاعب اسرائيلي، وكمان ما يعرفش ان في حاله عداء شعبي رسمي اسرائيلي. فيمكن لو انتم مصدقين او شايفين ان ده واقع ولوجيك ونحن ننتظر البيان زي ما النقيب اشرف زكي قال تمام. بس كمان لازم نحط في اعتباراتنا ان الموضوع ما هواش بالسهوله دي. وتفتكروا كمان هل قانونيا محمد رمضان يستوجب العقاب؟ هل في قانون يعاقب على ده؟ في قانون يعاقب على ده، في قانون الماده 54 من قانون الخدمه العسكريه بتقول ان المجند بيظل على ذمه المؤسسه العسكريه لمده طويله، يعني لمده 9 سنين بيفضل على ذمه المؤسسه العسكريه، وانه لو قام او اتى بفعل يشين الخدمه العسكريه والمؤسسه العسكريه بيتعرض للعقاب الشديد. فبالتالي في حاجه في القانون العسكري بتقول ده؟ بتقول ده. طيب هل اللي هو عمله اساءه للمؤسسه العسكريه؟ في وجهه نظري المتواضعه جدا كمواطنه مصريه اكبر من محمد رمضان بشويه، فبالتالي عصرت الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، وشايفة ان الافارول العسكري الذي ارتداه محمد رمضان بيستوجب عليه الالتزام والاحترام والسلام العسكري والتحية العسكرية اللي كان بيضربها وهو لابس الافارول ده،
كانت تستوجب الاحترام والتقدير، وان هو يبقى ملتزم بمشاعر الشعب المصري اللي هو بيقول ان هو نمبر 1 عليه او علينا، فبالتالي ده كان يستوجب الاحترام ده. فاذا القانون العسكري بيجرم ده، بس هل ده ممكن تطبيقه؟ هل دي اساءه اصلا ولا لا؟ هل انتوا شايفين ان ده طبيعي وان وليه لا، او انه متفبرك، او انه ما خدش باله، او انه كان المفروض يعتذر؟ ابسط حاجه كنت في انتظار اعتذار مباشر ودايركت من محمد رمضان، بس واضح ان هو لو اعتذر، يعني انتوا برضو حطوا نفسكم مطرح محمد رمضان يا جماعه، لو اعتذر، لو قال ما كنتش اعرف، فالناس طلعوا له الفيديوهات، يعني ما فيش اكتر من كده، يعني فيديوهاتك موجوده، سيديهاتك وصورك، كل حاجه موجوده. طيب لو طلع قال اصلا مع التطبيع، اصلا انا شايف ان موقفي السياسي مع التطبيع، والله احترمه، لو قال كده احترمه، على الاقل هيبقى فيه هنا ها دماغه متكلفه، يعني هيخش لك في مناظره بقى ويقول لك ايوه انا مع التطبيع وليه لا وحاجات كده. ففي الحالتين محمد رمضان سواء اعتذر او سواء اقر وقال لك ايوه انا بطبع، ففي الحالتين احنا بصدد مشكله. مشكلة لمحمد رمضان هيطلع منها المرة دي ازاي زي كل مرة يا ترى، ولا ايه الاخبار؟ وهل هيتم استضافته بعد كده في التلفزيون المصري زي ما حصل من الاعلامي القدير والي الابراشي لما استضافه في القناة الاولى عشان يعقب على حادثة احمد ابو اليسر، اشرف ابو اليسر قصدي، الطيار اللي دمر حياته وتسبب في رفضه وفصله واتحكم عليه سنة وبعد كده اتحكم عليه ببراءة، واستضافه والي الابراشي ولم يستضيف الطيار عشان يعرف وجهة نظره ويشوف الراجل ده مظلوم ولا لا. فهل هنلاقي اللي يلم ورا محمد رمضان زي ما حصل كل مرة هو بيرتكب فيها بعض التجاوزات لو قلنا، او قصدية ان هو يبقى ترند هنلم وراه وتمام، ولا الهاشتاجات والترندات والموقف الشعبي هياخد موقف من محمد رمضان؟ والى حين اصدار البيان احنا قاعدين مستنيين، ويا رب الفنان اشرف زكي يقدر يقنعه ان هو يصدر بيان. في انتظار تعليقاتكم، شايفين ايه؟ شايفين اللي حصل ازاي؟ اسف على الانفعال، بس الحقيقه ان ده كان موقفي الشخصي من محمد رمضان في قضيه ما تمسوش لوحده، لا تمس الشعب المصري كله بعيدا عن القضيه الفلسطينيه، لان اللي بيننا وبينهم مش بس القضيه الفلسطينيه. مرسي ليكم جدا. كان معاكم دعاء حلمي من موقع القاهرة 24.